صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي يشوفني فيه برج الحوت. نخش على طول على طاقتك لبرج الحوت. برج الحوت انت بتبتدي بداية جديدة سواء في الحب بقى او في الطاقة العامة بتاعتك، ان في بداية جديدة. شوف كده بعدين ايه، بداية جديدة او علاقة جديدة فيها حب مثلا ممكن نقول، او انت دلوقتي انت دلوقتي الكينج اوف كابس برضو بيجي، مش ممكن يكون مفيش علاقة حاليا، ولكن انت حاليا مستقر في مشاعرك. ده في خناق بس بعد الخناقة دي انت بقيت كده، ممكن يكون كان في علاقة فيها شوية لخبطة وانت استقريت دلوقتي، او ممكن تكون مصالحة وفي بداية جديدة ان شاء الله. طيب نشوف مشاعر شريكك ايه وشايفك ازاي والخطوة اللي هو نيته ياخدها، ولو يعني الخطوة دي ممكن نيته ياخدها او ممكن ما ياخدهاش برضه، عشان محدش يجي يقول لي هو نيته كان يجي وما جاش. المهم ان هو كان نيته كده يعني، ودي النصيحة ليك. طيب مبدئيا كده يا برج الحوت، انت قراءتك ما فيهاش اي يعني شيء يوتر، لان يعني في بدايه جديده برضو ما ننساش. مشاعر الشريك حاليا يا برج الحوت هو الهدوء ما بعد العاصفه، وده اللي يفسر الكارت الثالث اللي جه هنا، ان كان في خناقه او مش لازم خناقه، انفصال، حصل انفصال والانفصال ممكن يكون يعني انت سبت العلاقه ومشيت، او هو اللي ساب العلاقه ومشي، وحاليا في هدوء، في استراحة كده. وممكن يكون الشريك تعبان شوية، بس دي مشاعره حاليا ان هو هادي خالص ومستقر حاليا. برضو مش معناها ان هو نسيك، لا، هو مستقر في مشاعره ولكن مازال متذكرك ومازال انت في باله. وممكن كمان يكون الكارت ده بمعنى ان هو استقر عليك برضو، بمعنى برضو تاني وخلاص انت اللي انت شاغل باله قوي 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 الفتره دي، ومستقر عليك وبيفكر فيك كتير قوي. لكن هو حاليا ما يعني المشاعر اللي هي قوي يعني فياضه قوي، ولا في اصلا ولا حتى ما فيش مشاعر خالص، لا في مشاعر ولكن في استراحه، او هو بيهدي نفسه لو في خناقه حصلت اخر مره فهو بيهدي نفسه حاليا. طيب انت ايه بقى؟ انت كوين اوف سوردس اللي هو ملكه السيوف. زي ما بقول لكم انتوا الاثنين في بدايه جديده ممكن، او هتبتدوا بدايه جديده، ايهم اقرب بقى؟ انت حاليا قافل على مشاعرك شويه، محكم عقلك زياده عن اللزوم يا برج الحوت، وباصص للامور بنظره جديه جدا 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 جدا. يعني لو علاقه عاطفيه فانت محكم عقلك قوي، مفيش لاغي القلب تماما. يعني لو القلب مشاعر يعني شويه مشاعر بس، لكن حاليا محكم عقلك. وممكن تكون انت اللي سبت الشريك ومشيت وحكمت عقلك، وحصلت طبعا التضارب ده، خانقتوا مع بعض او حسيت ان العلاقه بايظه فحكمت عقلك واتكلت على الله بقى ومشيت. بس انت مشاعرك حاليا كويسه قوي، يعني انت محكم عقلك في العلاقه ولكن انت مشاعرك مستقر، الله اعلم بقى. او ممكن تكون انت اللي مقدم له عرض يا برج الحوت، ممكن، او انت اللي متقدم لك عرض بس انت محكم عقلك عن مشاعرك زياده عن اللزوم. والشريك كذلك برضو، الشريك برضو محكم عقله وواخد فترة استراحة من العلاقة أو من المشاعر أو من التفكير كمان. يعني أنت اللي حكمت عقلك وبطلت تفكر في العلاقة أو بطلت تفكر في الشريك، والشريك ممكن يكون إيه كمان؟ أنت اللي سبت العلاقة يا برج الحوت وهو منتظر منك أي مبادرة، لأن ده حد بيقطع، ده حد قطع علاقه او قطع وعد على نفسه مثلا انه انا مش هكلمه تاني مثلا، قلت لنفسك كده انا مش هتكلم تاني خلاص، او انا هعمل بلوك يلا، او انا هحذفه من الفيسبوك مثلا، اي حاجه. فهو ممكن يكون منتظر منك انك بقى تبطل تفكير ده وترجع تاني مثلا، لكن هو برضو بتيجي على كارت الانتظار.
يجي برضو كارت الانتظار، وبس هو حاليا هادي ومهدي نفسه، ممكن نقول مهدي نفسه لكن مش هادي. طيب هو شايفك ازاي؟ برج الحوت نظرته ليك ازاي؟ شايفك يعني شايفك ان انت شخص جميل قوي قوي قوي، وما زلت جميل. يعني لو حصلت خناقه ما بينكم ما زلت انت الشخص الجميل، الشخص اللي قدم له حب، الشخص الخيالي، الشخص ذو الفكاهه العاليه لو انت كنت بتهزر معاه وبتضحكه كده، لان برج الحوت دمه خفيف. فشخص جميل قوي قوي قوي. ولو انت يا برج الحوت كنت مقدم عرض حب لحد بشكل غير مباشر مثلا وهو رفضه او اتاخر عليك شويه، فانت خدت يعني خلاص حاجه تفكير، خلاص قلت بقى اتاكدت ان هو مثلا مش عايزك فقطعت العلاقه، فهو مازال شايفك ان انت الحد الحبوب برضه اللي مقدم عرض ليك، هو لسه مازال العرض في باله. خلي بالك لو انت انسحبت ومشيت فانت مازلت قدامه صاحب العرض الحب اللي كنت مقدمه له، او لو كنت في علاقه وانت برضو قطعت العلاقه فانت مازال برضو شايفك الحب وشايفك شخص حبوب وجميل وبيحبه والشخص اللي دخل قلبه ودخل قلبه بكلامه بافعاله وشكله حلو كل حاجه، هو شايفك حد جميل قوي. طب انت شايفه ازاي يا برج الحوت؟ انت شايفه ان هو شخص سوري، شايفه ان هو ممكن يكون جادجمنت، يعني محكمه او عداله او حكم الهي، ممكن تكون انت شايفه ان هو قدر ببساطه كده. يعني هو شايفك ان انت حد جميل وكده، وانت شايفه ان هو قدرك، قدر يجي في الطريق، هو ده القدر بتاعك، ده اللي ربنا بعته لك في طريقك. وشايف ان هو ممكن يكون لو هي كانت مقلوبه كده كنت هقول ان هو يعني شخص مش حكيم، او شخص مش اللي ما عندوش ما بيفكرش بطريقه كويسه، لكن انت شايف كده. فتقريبا انت شايف ان هو شخص حلو برضو ومميز، شخص مميز، ممكن يكون ليه سلطه مثلا، بيشتغل في مكانة عالية مثلا، ممكن نقول كده. انت شايف ان هو شخص كمان كامل برضو، يعني برغم ان انت ممكن تكون قطعت العلاقة ولكن او حكمت عقلك شوية زيادة عن اللزوم، ولكن مازال هو في الصورة الداخلية ليك قصدي سوري، انت شايف ان هو حد جميل قوي وشخص حقاني وشخص ممكن زي ما قلت لكم يكون بيشتغل في حاجه بيؤمر ناس فيها او كده. وشخص قدرك، قدر القدر يقول لك القدر رماه في طريقي، هو زي كده بالظبط، حاجه قدريه شايفه ان هو انسان القدر بعته لك. وهو شخص حقاني يعني، وشخص كويس وجميل وما بيبداش بالظلم من الاخر. بس هو شخص جميل قوي وانتوا الاثنين شايفين بعض نفس الحاجه. انا ممكن برضو ك يعني نوع من انواع كده التفسير تفسيرات طبعا، مش متاكد برضو جزمت. يعني انت حاجه غريبه، انت شايف ان هو، هل انت شايفه قدرك الجميل مثلا، ولا شايفه ايه مثلا، ولا شايفه ان هو كارما في حياتك؟ ممكن تكون العلاقة دي انتهت وانت كنت شايف ان هو كارما، الكارما يعني حاجة جت وانتهت خلاص وخلاص بقى، وانت مش زعلان على فكرة لو انت قطعت العلاقة، ما انتش زعلان ان هو مشي لان انت محكم عقلك قوي. انت شايف ان هو، هي علاقة انتهت بهزيمة على فكرة، هي علاقة انتهت، انت اللي هزمته يا برج الحوت وقفلت على مشاعرك ومشيت، انت مشيت من العلاقة دي يا برج الحوت ومشيت بطريقة متخفية. انا قلت لك اهو انت قطعت العلاقة بطريقة متخفية، قطعت العلاقة بطريقة متخفية وهزمته، عشان كده هو بياخد فترة استراحة من اللي حصل. يعني هو الفترة دي المنظر ده او الشخص اللي بيبقى نايم كده بيبقى يعني شخص تعب قوي قوي قوي، الشخص ده كان تعبان على فكرة بعد اللي حصل ده، لان انت خدت قرار حازم
وفاجئته بالقرار ده، فاجئته بالحوار ده. عشان كده قلت لك انت اعتبرتها علاقه كارما، انت شايف ان العلاقه كانت كارما وان انت خدت حقك خلاص. اوكي، انت شايفه كده، شايفه ان هو كان كارما، بالقدر رماه في طريقك وانت خلاص العلاقه انتهت وقفلت، انت مشيت من العلاقه يا برج الحوت. بص بطريقه سلسه وبسيطه جدا، ما حسش بيك. اديكم مثال، كنتوا بتتكلموا وبعد كده انت فكرت بعقلك كده 3 ايام مثلا وقعدت تقول الشخص ده ما بيحبنيش، او الشخص ده كان او بيتسلى بيه، شكيت فيه في حاجه، وبعدين رحت عامل بلوك وجريت، اختفيت من حياته وهزمته، خرجت من العلاقه بطريقه ان انت كسبان. بس خلي بالك انت ما كسبتش حاجه على فكره برضه، يعني الشخص ده بيقول على نفسه ان هو كسبان ولكن هو ما كسبش حاجه. وممكن نقول ان انت كنت شايف ان العلاقه دي علاقه خسرانه بمعنى اصح، يعني لو افترضنا على انكم انتوا الطرفين دول، فانت شايف انها علاقه خسرانه. الحرب دي ما انتهتش اصلا بفوز حد، يعني هو شخص شايف نفسه ان هو فاز والتاني ماشي وساب له السيوف اصلا. فممكن تكون انت بالظبط انت اللي مشيت ده يا برج الحوت، وسبته بقى يستمتع بالحاجه اللي عنده. الظاهر ان انت شايف ان هو شخص عنيد، ممكن نقول انت شايفه شخص عنيد متكبر ورايه ينفذ على الكل. برضه انا بقول لك هو بيؤمر، يحب يؤمر الناس ويمشي كلمته على اللي معاه، يعني اصالح وقت ما اصالح، اتكلم وقت ما اتكلم، ارجع وقت ما ارجع، ادخل العلاقه وقت ما ادخل العلاقه، ما تتحكمش فيا. فانت قلت له لا يا عم ما ينفعنيش الكلام ده، وعملت له بقى اللي ايه، قلت له بص العصفوره هناك اهي، ورحت طاير طاير حرفيا، وجمدت مشاعرك اهو. بص خدت القرار وقلت بقى مشاعري في ايدي وتحت رجليا وواحده فوق راسي وجريت، وسلام عليكم يا عم الحاج، ويلا بقى نكفي 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 اقفل اقفل الموضوع ده، اقفله خالص، وكانك ما كنتش تعرفني ولا شفتني قبل كده. فانا انا شايفه ان انت يا برج الحوت انت اللي نهيت، انت اللي نهيت يا برج الحوت. لان بص اهو كانت في خناقه، مش خناقه، ممكن تكون مش خناقه، ده تضارب مشاعر، مشاعرك كانت بايظه خالص، وكنت بتفكر 24 ساعه في العلاقه دي، اكمل ما اكملش، ادخل ما ادخلش، طب اكلمه ما اكلمش. الظاهر ان هو كان شخص بيلعب بيك شويه او بيتسلى شويه ممكن، او كان بيلعب بيك، وبعدين بعد قلت بقى خلاص خلي مشاعري بقى، وانا ايه مشاعري استقرت وهبدا بدايه جديده من غيره بقى او بيه، ده اللي هنعرفه بقى بعد كده. بس عموما هبدا بدايه جديده، بدايه جديده ممكن تكون من غيره، بدايه ان انا مثلا افتح مشروع بقى، افكر في حاجه، افكر في نفسي بالظبط، افكر في نفسي، افكر في حياتي، اشوف نفسي. ده حد جميل قوي ومستقر على العرش بتاعه ومش شايف حد. فهو انت هزمته وسبت له العلاقه ومشيت، هو حاليا الهدوء بعد العاصفه، هو خد الصدمه على فكره، ده حد مصدوم على فكره. حد واخد الصدمه بس انت محكم عقلك. بس هو مازال شايفك يا بص ما عملت فيه، مازال شايفك الشخص الحبوب، الشخص اللي كان مقدم له عرض حب وجري جري، الشخص اللي جري. وعلى فكره ممكن كمان يكون شايفك ان انت شخص كلامانجي، ان انت كنت بتضحك عليه. بص بقى الصوره اتقلبت، يعني ممكن يكون شايفك ان انت كنت بتضحك عليه، وان انت شخص كنت مقدم له عرض زائف، ما كانش فيه عرض ولا حاجه، يعني كنت بتتسلى، مع انك ما كنتش بتتسلى ولا حاجه. هو برج الحوت ما بيتسلاش ولا حاجه. هو برج الحوت يصبر 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 وبعدين بيطلع يجري خلاص. طيب هو ايه الخطوه اللي هو عايز ياخدها؟ طبعا خطوته هيفضل منتظرك يا برج الحوت. بص بقى يعني مهما تعمل فيه هو على فكره تقريبا والله اعلم، انت بعد ما مشيت وخدت القرار ومشيت من العلاقه، اعتقد ان هو بعد ما هدي كده وقعد مع نفسه لقى ان هو ضيع من ايده الحد الحبوب ده، الشخص اللزوز اللي كان بيضحكه وكان بيقف جنبه وكان بيهون عليه فهو لسه منتظرك ومنتظر بشغف كمان، يعني باصص لك وكل امل انك ترجع تاني للعلاقه، كل امل انك تبص تاني على اي حاجه، يعني 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 لو مثلا مسحته من على السوشيال ميديا، لو بعت له اد ده هيزغرط،
هيعمل فرح حتى وان ظهر قدامك بمظهر ده. يعني هو ده برضو ده مشاعر وحرق. لو انت حسيت ان هو لسه مش بص ده ايه ده مش متأثر، لا متأثر جدا، لكن هو منتظرك يا برج الحوت، مازال منتظرك وهيفضل منتظرك ومازال منتظر المبادرة. ممكن يكون شخص هوائي او مائي او ترابي، بتكون بتتعامل مع برضو برج جوزاء برضو او برج حوت، وممكن يكون بتتعامل مع برج ايه تاني برضو قلنا ترابي. فهو مازال منتظرك ومنتظر، ممكن يكون منتظر المبادرة منك، منتظر المبادره منك. طب انت ايه الخطوه اللي انت هتاخدها؟ انا قلت لك انت كينج، انت الكينج يا برج الحوت. بفرح قوي لما تكون في قراءه لبرج الحوت حلوه، لان برج الحوت دايما مش هقول ضعيف الشخصيه، ولكن عواطفه بتسيطر عليه. انت كينج، انت باصص لقدام وطرقت العلاقه واديت ظهرك للعلاقه وبصيت للمستقبل اللي انت عايزه، وناوي تعمل بداية جديدة لنفسك بيه بقى من غيره. انا ما بقاش فارق معاك بالمعنى الاصح يا برج الحوت، يجي ما يجيش، يتكلم ما يتكلمش، ينتظر ما ينتظرش، انا ماليش دعوة بحد. هو مع هو بقى مع نفسه ان شاء الله يكون، يعني ايه لو بيسمع تامر عاشور 24 ساعة في 24 ساعة. طبعا تامر عاشور للناس اللي مش مصرية ده يعني الكينج بتاع النكد بدعمك مصر، فتيجي اسمع تامر عاشور دلوقتي يا برج الحوت. ف هو انت عايز تبص لقدام ومستقر جدا، انت جدا مستقر في مشاعرك في تفكيرك في كل حاجه، لانك انت من الاخر حطيت قلبك تحت رجلك وانطلقت بعقلك وبصيت لكل اللي فات من العلاقه وقلت دي علاقه فاشله وعلاقه كانت كارما بالنسبه لي، والشخص ده كان عنيد قوي 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 قوي، لذلك انا هسيبه وامشي. طيب هو باصص للعلاقه ازاي؟ شايف العلاقه دي ازاي؟ شايف ان العلاقه مليانه غموض، سبحان الله. شايف العلاقه مليانه غموض ومحتاجه يتشال عنها سيطره الغموض دي. ممكن تكونوا انتوا كنتوا في علاقه اعجاب وهو ما عبرش بحبه، وانت كنت مقدم له العرض وهو استهبل واتدلع، فانت قلت له يلا يا حبيبي انت في الخلعون وانا في النفخون وسبته ومشيت. فهو حاسس ان في غموض في العلاقه، وشايف ان العلاقه مليانه مليانه غموض ومليانه خيبه امل ومليانه خيبات امل، مش خيبه واحده، لان ده كارت برضو برج الحوت، وكارت شخص عنده خيبه امل شويه. هو تقريبا زي ما قلت لك هو جاله خيبه امل من منه. ممكن يكون شخص ترابي وبطيء، ممكن يكون قمر في التراب، يعني ممكن يكون الشمس جوزاء مثلا وقمره جدي. طبعا لو قمره جدي او ثور او عذراء هيبقى كده شخص بطيء، بطيء قوي قوي في الحركه، ولو جوزاء برضه بطيء بطيء قوي، وهو بيقول في نفسه هو ما انتظرنيش، هو ما انتظرنيش، وهو حاسس ان انت هزمته. بالظبط انت هزمته. طب انت شايف العلاقة ازاي؟ انت شايفها، بص بقى الكارت ده مع انه بيحمل ايجابية كبيرة جدا، ولكن ليه معنى اخر وغريب شوية. هو كارت البداية الجديدة، اوكي؟ فطبعا انت مستقر ومشيت لقدام، فازاي هتشوف انها بداية جديدة؟ لا، انت شايف ان العلاقة دي كانت علاقة زي ما قلت لك بالظبط كده. هي علاقة قدرية. ده شخص بيبتدي بداية جديدة ولكن مش عارف نهاية البداية دي او بالظبط نهاية البداية دي، نهاية العلاقة دي. فانت شايفة انها علاقة كانت وقتية، يعني كانت سنة فخلصت السنة وهو مشي، او شخص كنت طرف ثالث وهو راح للطرف الثاني وساب، فهي كانت علاقة وقتية وانت مش همك على فكرة، وبصيت لقدام وتخلصت من المشاعر بتاعتك واستقريت ومستعد لاي حد يجي يخبط على الباب تاني مساء الخير تعالى خش. انما هو شايفها مليانه غموض، انت شايفها ان هي ايه؟ علاقه كانت علاقه وقتيه وما كانش ليها ملامح. على فكره نفس المعنى هنا يحمله برضو، هي علاقه غامضه بالفعل، العلاقه ما كانش ليها ملامح، هي يعني تبص لها تقول انها علاقه جميله، شخص كويس مع شخص حلو والحوار ده، لكن هي علاقه البدايه بتاعتها النهايه سوري مش مرسومه،
يعني لو مثلا بقى